نختم بسؤال: الحمل نتيجة اغتصاب هل يمكن إجهاضه ولا لا؟ لو حصل حمل نتيجة اغتصاب والجميع في العائلة يريد التخلص من هذه الذكرى المؤلمة، طبعا ذكرى مؤلمة قطعا على البيت ومن فيه، فهل يجوز التخلص للمغتصبة أن تتخلص من حملها أم لا؟ لو اكتشفت الحمل في الأربعين الأولى فهذا متفق على جواز إسقاطه عند الجميع بلا نزاع، لأن المصلحة ظاهرة أو المضرة في استبقاء الحمل ظاهرة بينة. أيضا من إذا اكتشفته بعد الأربعين الأولى لكن قبل أن ينفخ الروح في الجنين، يعني إلى قبل استكمال 120 يوم، مع المغتصبة في رخصة عند كثير من أهل العلم، لأن المضرة بينة ولأن الآلام مبرحة في استبقاء هذا الحمل الذي يحمل هذه الذكرى الأسيفة المؤلمة، وضع كارثي تعرضت له هذه الفتاة. لكن قطعا إذا لم يكتشف إلا بعد 120 يوم بعد أن نفخت الروح في الجنين لا يمكن المساس به بحال. وبعدين اللي نامت على نفسها 120 يوم ما جيش تحملنا احنا وتقول لنا شافوا لي حل اجهضوني. طب ما انت نايم على نفسك يعني اربعة اشهر واكيد اكتشفتيه يعني مر عليك شهر واثنين وثلاثة، فلا تحمل الشرع نتيجة تفريطك وتهاونك يا امة الله. على كل حال ان اجهاض المغتصبة قبل نفخ الروح موضع نظر بين أهل العلم، والصواب أنه في محل الرخصة تخلصا من هذا الوضع الكارثي الذي تعيشه. أما بعد نفخ الروح فيه فهذا جنين له حرمة الحياة البشرية، فلا يحل المساس به بحال من الأحوال إلا في حالة واحدة، إذا كان بقاؤه يهدد حياة أمه، فأصبحنا أمام خيارين: إما الأم وإما الولد. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة يبقى لا يضحى بالأصل من أجل الفرع، حياة الأم أصل وحياة الجنين فرع. إذا حدث بشهادة الثقات العدول من الأطباء الخبراء أن حياة الأم تتعارض مع حياة الجنين في هذه الحالة، فلا يضحى بالأم من أجل جنينها، بل يضحى بالجنين من أجل أمه. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت.